بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع درس مقاطع مساوية للسطوح. بعدما تعرضنا إلى التمرين الأول نمر إلى تمرين ثاني، تمرين ثاني خاص بالسطح المخروط دوران. الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس O E G و K. نعتبر C، نعتبر C هو سطح المخروط الدوراني الذي معادلته x مربع زائد y مربع يساوي z مربع. سؤال الأول، بين أن مستقيم d دا تمثيل الوسيطي، تمثيل الوسيطي x يساوي t، y يساوي جذر 3 في t، و z يساوي 2 t مع t عدد حقيقي، هو مستقيم مولد لسي. هو مستقيم مولد لسي، هذا فيما يخص السؤال الأول. فالحل يكون هذا المستقيم مولد لسي إذا كانت إحداثيته راهي تحقق معادلة سي. فإذا خدينا أم إحداثيتها X Y Z تنتمي إلى D، هذا معناه أن لدي X راه يساوي T، Y يساوي جذر 3 في T، و Z راه يساوي 2 T. فمنه بتربيع X وتربيع Y، لاحظوا يعطيني T مربع زائد 3 T مربع، ربعنا x وربعنا y وجمعناهم نحصل على 4 t مربع اللي هو 2 t الكل أس 2، و 2 t أس 2 هو z أس 2. فحصلنا من هذا أن m تنتمي إلى c، علما أن قلنا لتكن m نقطة كيفية من d إحداثيتها تحقق إحداثية سي، يعني راهي من سي، إذن منه دي راه محتوات في سي، وإذا كان دي محتوات في سي فهو يعني دي مولد لسي، فهو مستقيم مولد لسي. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، ثانيا لتكن النقطة A ذات الإحداثيات صفر ثلاثة صفر صفر ثلاثة صفر، وليكن P المستوي، ليكن P المستوي الذي معادلته هي Z معادلته Y تساوي 3، معادلته Y تساوي 3.
ونعرف H هو تقاطع C مع هذا المساوي مع مساوي كولوم، يعني مع المساوي كولوم. سؤال ألف، اكتب في المعلم أجيكا في المعلم أجيكا للمساوي كولوم معادلة أش، ثم بين أنه توجد دالة F بحيث يكون H اتحاد منحنيين، اتحاد المنحنيين اللذان معادلتهما هي زد تساوي اف لي اكس او زد تساوي ناقص اف لي اكس، ثم مثل اش في المساوي كولوم. هذا بالنسبة للسؤال ألف. بالنسبة للجزء الثاني، قلنا أ نقطة إحداثيتها 0.3 وعندي مساوي معادلته إيكغيك يساوي 3، أش تقاطع سي مع المساوي كولوم، أكتب في المعلم أ إي جي كا لمساوي كولوم معادلة أش، بين أنه توجد دالة لي بحيث يكون أش هو اتحاد منحنيين لدالتين لدالة F لتكتب عبارتها Z تساوي F لX أو Z تساوي ناقص F لX، ثم نمثل هذا H على المساوي كولوم. فلدينا M لتكن M إحداثيتها X إيكغيك Z هي تنتمي إلى H، إلى H أي أو معناه أنها قلنا هي المقطع بين السطح المخروطي C، يعني تحقق معادلة C X مربع زائد Y مربع تساوي Z مربع، وتقاطع المساوي P ولا اللي سميناه مساوي كولوم اللي هو Y يساوي 3. من هذا نستنتج أن X مربع زائد 9 راه يساوي Z مربع مع Y تساوي 3. فمعادلة H في المساوي في المعلم عفوا في المعلم اللي هو A جيكا في المعلم A جيكا شهو من المساوي كولوم هي زاد مربع تساوي إكس مربع زائد 9، إكس مربع زائد 9. إذا كانت زاد مربع تساوي إكس مربع زائد 9 فنستنتج من هذا زاد راه يساوي جذر التربيعي لإكس مربع زائد 9 أو زاد راه يساوي ناقص جذر التربيعي لإكس مربع زائد 9. إذن هذه هي عبارة دالة F اللي هي حيث زاد يساوي F لX أو زاد راه يساوي ناقص F لX في المعلم A إيكا في
المعلم أيكا أيكا أيكا. فنريد الشطر الثاني مثل أش على هذا المستوي. نريد تمثيل أش على هذا المستوي. لدينا F قلنا سابق F هي الدالة لكل X صورته Z تساوي F ل X واللي هي الجذر التربيعي ل X مربع زائد 9. تغيرات F هي كالتالي: راهي دالة معرفة من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، فتقبل دروة بإكس يساوي صفر عندنا زاد راهي يساوي ثلاثة، هي متناقصة ثم متزايدة، نهاية عند الناقص أو زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. فنحصل على التمثيل البياني اللي هو من الشكل هذا الشكل. عندنا دروة عند ثلاثة، فهذا المستقيم له مستقيمان مقاربان اللي هو x y يساوي x و y يساوي ناقص x. فتمثيله البياني يكون على هذا الشكل بأخذ نقاط مساعدة. هذا هو التمثيل البياني للدالة F. وزاد يساوي ناقص F لX تمثيله يكون نظير سابق بالنسبة لمحور الفواصل، يعني هو تمثيل يكون من تحت، يعني نظير بالنسبة لمحور الفواصل. هذا فيما يخص السؤال الثاني. السؤال باء من هذا التمرين، لضيق الوقت نراه في الحصة المقبلة إن شاء الله.